بتسأل الاستاذة نعيمه بتقول اخواتها متخاصمين عايزه تصالح ما بينهم وهتضطر تكذب عشان تصالح بينهم هذا لا يعد من الكذب الممنوع يا سته نعيمه يعني كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام فليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا فينمي خيرا او يقول خيرا ينمي خيرا يعني ينقل الكلام بين المتخاصمين على جهه الاصلاح ده قالت وعادت فيا فانا اقولها لا لا ازاي ده ما كانت دا بالعكس ده قالت كذا وقالت كذا وهي ربما في الحقيقه ما قالتهوش بس انت بتقوليه على جهه تصليحي ما بينهم تنقلي الكلام على جهه الاصلاح ما بينهم وتقولي كلام هم ما قالوهوش اصلا عشان تصلح ما بينهم ليس هذا بكذب يا ست نعيمة انما هذا هذه حاله من الحالات التي رخص فيها النبي عليه الصلاه والسلام بالكذب وهي الاصلاح بين الناس